بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف الثالث متوسط، عدنا وإليكم بأهم موضوع، وهذا الموضوع يحتوي على 15 درجة. شنو هو الموضوع الساد؟ موضوع الإنشاءات، والإنشاءات المهمة راح نحددهن ونقرأ جميع الإنشاءات ويانا ونعطيكم إنشاءات بسيطة. طبعا ساد، أكو شيء بالنا وهو انه عند انشاء قصير جدا، قصير جدا ما يصير. واحد، اثنين، انشاء انت من يمك تلخصه هم ما يصير. ليش؟ اكيد راح تلعب بيه من بالجرامر مالته، يعني القواعد مالته او بالسبير مالته، فيصير عندك اخطاء وما تحصل درجه كامله. واعلمكم على الانشاءات اليوم بطريقه سهله، تعالوا. طبعا بدايه روح مباشره على راح نروح نانا للإنشاءات. شو يقول بالإنشاء؟ أول شيء تتعلمه أنه الإنشاء لازم أول خطوة أو تصحيحك تقرأ على هذا النحو. شنو هو السبب؟ تجي أول خطوة العنوان. علي إيش قال؟ علي درجتين. درجتين بالوزاري. سد هو العنوان مو يعطوني اياه. لا حبيبي، العنوان ما يعطوك اياه. وراح اعلمك على العنوان منين تاخذه. يعني مثلا انشاء اليونت الاول راح يكون العنوان مالته كالتالي: Add Advertisement، اعلان. هاي الطريقه تكتبها. هذا انشاء اليونت الاول. لو اجينا الانشاءات البقيه ايضا راح اعلمك عليها. واحد، هاي ايش قد علي؟ درجتين. راح اجي هنا البدايه، هاي هنا راح اترك مسافه، ابدي الانشاء منا لما اوصل نهايه الورقه. نهايه الورقه مو كلش تعبر لي، اكو شغلات عند الطلاب يسوونها ويحسون انه هي صحيحه. لا حبيبي مو صحيحه. شني مثلا عنده كلمه، مثلا كلمة اكس فين بعد عايزة صفر، وين نزل الصفر؟ هنا. هاي خطأ. ليش السالفة خطأ؟ لأن ما يصير تقسم للكلمة باللغة الإنجليزية وحدة فوق والنصف مالتها فوق والنصف الآخر وين؟ بالسطر الثاني. يعني ما يصير تنام بيتك ورجليك بيت جيرانك. ما يصير. واضح مو واضح؟ واضح السالفة. جيد. نروح للشيء الثاني. قلنا انه الانشاء يبدي مو بدايه كلش من هنا، خلينا مسافه. السطر الثاني راح يبدا من هنا. تنقيطك مهم علي درجات. يعني انت من تقرا اكيد قاعد تشوف انه اكو نقاط. جيد. هذه عليها درجات. اكو بعض الانشاءات بها نهايات هنا. نهايات يعني مثلا الايميلات، مثلا ايميل اليونت الثاني بنهايه هنا مهم جدا عليها درجات. الانشاء العنوان، ترتيبك، تنقيطك، النهايات، هاي عليها درجات. بعد الاسبير يعني الاملاء مالتك لازم ما يكون عندك اخطاء بالانشاء. هاي خليها ببالك. اخطاء بالانشاء ما اريد، املائيه ما اريد. بمن بعد ما اريد؟ سؤال الانشاء، الانشاء وسؤال الاملاء. الانشاء يجيني سؤال الخامس. اوكي، الاملاء سؤال الاملاء يجيني سؤال الرابع فرع بي. ب
ذني ما اريدهن يحتون على اليمن على اخطاء املائيه. ما اريدهن. واضح ام واضح؟ وضحت السالفه. هذن ايش فيهن؟ ما اريدهن يخطئن. انا اذا اروح للقطعه ومثل كلمه اكسبينسيف هالطريقه سبينسيف يعني غالي هالطريقه ما احفظ تملاها. وش قلت له؟ قلت له اكس بين لاحظ ايش راح اخطا بهالطريقه هاي راح ينطيني صحيح مو معناته على دربك انه تخطا بس اقول لك اذا اخطات بالقطع صح بالقواعد بعض القواعد كلماتها ايضا صحيح بعض الاختيارات ايضا صحيح الاسقاطات صحيح القصص صحيح بس بالانشاء وبالاملاء ممنوع الخطا املائيا ابدا. وضحت السالفة. نرجع الانشاءات قسم الانشاء عندنا الانشاء الاول طبعا اجى بالتمهيدي 2024 اما يقول لك فقط راح يقول لك مباشرة اما يقول لك اكتب رايت ان ادفيرت بالطريقة السهلة هي شوف هالطريقة السؤال الخامس او يقول لك يعني اكتب اعلان او يقول لك رايت ان ادفيرسمنت فور ا بروجكت اكتب اعلان عن منتوج. سادان شلون اعرفه؟ هنا نعرفه من كلمة ادفيرت هنا ايضا اعرفه من كلمة ادفيرس لاحظ نفسيته ادفيرسمنت ادفيرسمنت نفسيته هاي كلمة اعلان وهاي كلمة اعلان جيد راح نبدا الانشاء ساد شو تمام سوي مثل ما قلت لنا خلي له انا هذه بالنسبة لي هذا ملخص ومرتب لكم على مود يكون سهل راح ابدا الانشاء get this smart watch احصل على هذه الساعة طبعا الترجمة موجودة الذكية simple and smart بسيطة وسهلة works with all systems تعمل بجميع الأنظمة أنظمة أندرويد أو أنظمة شنو الآيفون أوكي track steps طبعا هنا تتبع خطوات فيها واحد heart rate معدل ضربات القلب بعد and sleep with the touch screen والنوم طبعا تتابع النوم مالتك والتوتش سكرين وشاشة لمس it is tough انها قوية water resistant تعمل تحت الماء جيد and lasts 8 طبعا to 10 hours وتعمل بال طبعا مالتها الشحن من 8 الى 10 ساعات only 100,000 Iraqi dinars for smart tube فقط 100,000 لتجعلك ذكيا هذا الانشاء اليونت الاول والانشاء اليونت الاول من المهمات جدا ساد اجى بالتمهيدي وانت قلت لنا صحيح اجى بالتمهيدي بس انا قلت لك مهم يعني شنو ممكن يتكرر السؤال الثاني او الانشاء الثاني ايضا مهم يا هو انشاء الوحدة الثانية اللي هو الدعوة شنو الدعوة؟ معناها باللغة الإنجليزية invitation إذن أما يقول لي write an email invitation يعني دعوة اكتب إيميل دعوة أو يقول لي write an email to your friend inviting him اكتب إيميل إلى صديقك ادعوه أو her هو أو هي to your graduation party إلى حفلة تخرجك ماكو مشكلة راح أجي منا عرفته من هاي الكلمة اللي باللون الأزرق جيد وين العنوان مالته؟ العنوان مالته invitation واضح؟ كلمة invitation طبعا راح أجي هنا أنا. يقول هاي تريد تكتب مثلا هنا أنا زيد براحتك هاي زيد I got two tickets حصلت على بطاقتين for school graduation party إلى حفلة تخرج مدرسية on Thursday طبعا كلمة واحدة on Thursday okay يوم الثلاثاء you must come يجب أن تأتي the performance طبعا العرض لاحظ
are always really good. العرض دائما يكون جيد ممتاز لا ضيعة. It starts إنها تبدأ at 10 a.m. تبدأ العاشرة صباحا. But we need to be there by 9:30. يجب أن نكون هنالك الساعة بالتسعة ونص a.m. صباحا. Let me know. دعني أعرف. علمني إذا أنت تجي tomorrow so I can give the tickets to someone else. هاي كلمة else خاف ما مبينة هنا else. خلينا أعرف إذا ما تجي على مود أعطي التذكرة إلى شخص آخر. If you can't come, إذا لم تأتي. هذا إنشاء حفلة تخرج مهم جدا ويجيني بالوزاري. سادة تتوقع يجينا؟ لا أتوقع. الوحدة الثانية أضافوا عليها إنشاء طبعاً جداً مهم وهو رقم 2. شو اسمه فيلمك المفضل؟ شو اسمه فيلمك المفضل؟ جيد. شنو يعني فيلمك المفضل؟ فيلم أنت شاهدته وتعال اكتب لي على الأحداث مالته وعلى الشخصيات مالته واكتب لي عن المخرج مالته واكتب لي عن كل شيء. شلون راح يجيني؟ وشلون راح يجي؟ صراحة هو بالوزارة يجيني بطريقة طريقة الكتاب. شنو بالكتاب؟ يقول write fact file. وكلمة fact file موجودة باليونت الثالث إذا لا تعتمد عليها. About your favorite film. حول favorite film. حول فيلمك المفضل. إذا وين العنوان؟ favorite film. هذا اللي نكتبه. أستاذ مثلا كتبت تايتانيك. صح صح. راح نجي. جدا بسيط وسهل. هذني المعطيات ربما يجيني الانشاء بس بهاي الطريقة وربما يجيني الانشاء بالطريقة الثانية وهي يعطيني هذا السطر وينطيني المعطيات ذني اللي هو التايتل والريليز والجندرا والدايركتر والسكريبت رايترز او سكريبت رايترز والستارز النجوم والكاركترز والدستوري القصة والفاكس وماي اوبينيون. ربما يعطيني اياهن وربما ما يعطيني اياهن. اعطاني اياهن انا فقط كاتب له بهالطريقة هاي. ما اعطاني اياهن انا اكتب له اياه كامل. زين احنا نحفظهن. جي. ايش قد تتوقع يجينا؟ اتوقع يجيني 99 طبعا بالمئة هذا الانشاء يعني مرشح. نعم لان نجي الاول فالثاني احتمال يكون من حظكم. اوكي تايتل العنوان شو اسمه تايتانك. اذا العنوان تايتانك. ريليزد تاريخ الانتاج 1997. جندرا نوع الفيلم دراما اند رومانس دراما رومانسي. دايركتر اسم المخرج جيمس كاميرون اللي هو جيمس كاميرون. سكريبت رايترز كاتب السيناريو جيمس كاميرون نفسيته. ستارز النجوم ليوناردو كيت وبيلي وكافي. اوكي هاي هنا كافي جيد. كاركترز النجوم يختلفون عن الشخصيات. الشخصيات جاك وروز. The story, القصة. The departure of the Titanic from the part of England. مغادرة تايتانك من ميناء انجلترا. اوكي؟ قصة هاي كلها. فاكس الحقائق. The most expensive film. أغلى فيلم. Ever realized at that time. At that time. اوكي؟ نانا at that time. أغلى فيلم أطلق في ذلك الوقت. My opinion رأيي. I love it. أنا أحببته كثيرا. أوكي okay. إذن هذا الإنشاء سهل وطريقة حفظه أيضا تكون سهلة. شلون نحفظ السؤال؟ عندنا مشكلة بحفظ الإنشاء لأن ننساه. سؤال وجيه. تجي كلمة تايتل العنوان اكتبها مرة مرتين ثلاثة أربعة إلى أن تحفظ لي إياها. واضح؟ بعدها تحفظ شنو وياها؟ تايتانك. إذا نكتب تايتانك. نحفظها هم وياها.
قلنا بالإنشاء ممنوع الخطأ في الإنشائي. نروح للإنشاء الوحدة الثالثة. إنشاء الوحدة الثالثة أيضاً مهم. أوكي. رايت أباريغراف. اكتب إنشاء about wildlife حول الحياة البرية. إذن عنوان شني؟ wildlife حياة برية. شني عنواني؟ حياة برية. جيد. In the marshes في الأهوار. The wildlife الحياة البرية. In the marshes في الأهوار. In south of Iraq is very natural في جنوب العراق. يقول الأهوار طبعا الحياة البرية في جنوب العراق هي جدا طبيعية. People raise الناس يربون sheep and cattle طبعا الماشية والأغنام. They plant هم يزرعون rice, wheat and barley. بيرلي الشعير. يقول يزرعون شني؟ الرز والقمح والشعير. They live in arched houses from reeds. يعيشون في بيوت مقوسة من القصب السكر. They use boats for transport. يستخدمون القوارب للتنقل. You can see bears like herons and flamingo. بإمكانك أن تشاهد الطيور ك طير مالك الحزين اللي هو الهيرونكس اند فلامينغو. الفلامينغو نفسيته. سم بيبل بعض الناس ليف اون فيشينج يعيشون على صيد الاسماك. ذير ار ديفرنت كاينز اوف فيش ان ذا مارشز. هنالك مختلف انواع الاسماك في الاهوار. ايضا جدا بسيط. شوف تقريبا ثلاث انشاءات بانشاء واحد يعتبر. ونروح الى انشاء اليونت الرابع. إنشاء اليونت الرابع أيضاً مهم. جيد. إنشاء الوحدة الرابعة اللي هو عن حياتك. هي تتوقع الجسد. أتوقع يجي طبعاً سوري. هالشو قلتش. أتوقع يجينا 90%. أوكي. 90%. Write about your life. أو your style life نمط حياتك. اكتب عن حياتك. إذا مش راح أقول العنوان my life حياتي. my name is ميثاك. طبعا هاي مو أنا هاي هم كاتبين ميثاك. لا لا هو أنا. زين. I was born in Babel ولدت في بابل. in 1998 I live in Babel with my family. أعيش في بابل مع عائلتي. My father, my mother, and my brother. ما أمي أبي وأمي وأخي. My father used to take me to the cinema. أبي اعتاد أن يأخذني المد السينما. To watch a film every weekend. أشاهد الأفلام كل نهاية أسبوع. جيد. I like that. أنا أحببت ذلك. The primary school. طبعا المدرسة الابتدائية was very easy to me. كانت جدا سهلة لي يعني ما عانت بها. I enjoyed intermediate school واستمتعت في من في الثانوية. My favorite lessons are English. دروسي المفضلة هي الإنجليزية and history والتاريخ. Outside school خارج المدرسة أنا اعتدت to play football على لعب كرة القدم with my friends مع أصدقائي. when I graduate عندما تخرجت from school من المدرسة I want to study the English language. شني أردت أن أدرس اللغة الإنجليزية. because ليش I want to be English teacher one day. لأني أريد أن أصبح مدرس إنجليزي يوما ما. والحمد لله وشكر. هاي أربعة إنشاءات. طبعا هن خمسة إنشاءات بالحقيقة. اليونت الأول إنشاء، اليونت الثاني إنشاءين، اليونت الثالث إنشاء واحد، هاي صار عندنا أربعة، واليونت الرابع خمسة إنشاءات. هذا القسم الأول طلابنا من إنشاءات الجزء الأول. طبعا بعض الطلاب يقول أستاذ حفظت من الجزء الأول أو حفظت الجزء الأول يعني لحد اليونت الرابع إنشاءات، هل من الممكن يجيني؟ طبعاً 100% يجيني واحد من عدهم أو الحظ يلعب دور. أوكي طلابنا؟ لهنا انتهت محاضرتنا. أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم ولو شيء قليل. لا تنسونا طلابنا ولا تنسون جميع المرضى بدعائكم
واتمنى لكم الموفقيه والنجاح الدائم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.